والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا احنا مجد مسرورين في هذا في المجلس، وفضل كيرجع لسعادة الباشا لانه واحد الانسان صريح في القول ديالو، فرحنا وكيخدم بصدق وباخلاص، وكنشكره بزاف السيد الباشا وكذلك السيد القائد، وشكرا بزاف على المساهمه ديالكم وعلى العطف ديالكم على المعاقين، كنشكركم بزاف من كل قلبي. واحد الاستضافه كنسمح للمجلس في هذا اليوم، هذا اليوم خاص بالمعاق، ولكن واحد المشكل كاين هنا واقع في زايو واثر فيا بزاف. هذه نهار الثلاثاء الفارض، انا بنفسي كان وقع واحد المشكل لبنتي، واضطريت باش نوصل بنتي لهاد المستشفى اللي هنا في زايو الساعه 7:30. مني مشينا وداكشي ما لقينا لا دكتور لا والو، كان غير حارس هو اللي كاين. علاش ما يكون هاد المستشفى يكون فيه اطيب اختصاصي في الليل وتكون مستعجلات ما كاين حتى شي حاجه؟ هذا دليل بالله هاد الاطباء كياخذوا الاجره ديالهم بدون مساعده للناس المستوطنين هنا ولا في هاد ابدا نهائيا. فوضى كاينه في البلاد وكاينه في هاد، وبالنسبه لهاد زايو هاد المستشفى لا دكتور لا دكتوره لا حتى شي حاجه، فوضى كاين غير العساس بوحدو. ما معنى هذا؟ انسان لمشات الانسان اللي كان ساكن ووقع له شي مشكل صافي هزوا الماء، ما كاين لا مستشفى لا والو، خصو يمشي تناظر ولا يشوف شي طبيب عمومي ولا شي حاجه. انا كنطالب بالمسؤولين يشوفوا واحد النظره في هاد المستشفى اللي كيخلصوا فيه الدكاتره بدون جدوى، ما قايمش بالواجب ديالهم. انا بصفتي مواطنه مشيت وشفت كل شيء بعيني، المستشفى خاوي خاوي خاوي. ما معنى هذا؟ هذا الانسان كهادشي كيعصب، هادشي كيرجع للمدينه في واحد التدهور، ويتخلصوا بدون فائده، ما كاين حتى شي حاجه كيديروها المواطن هنا بالنسبه للزايو. وكنشكركم بزاف على هادشي. شكرا. واخا الموضوع ما كيختصش ولكن انا اثر فيا هادشي.